رأس التحذير من انتشار كورونا تتردد أصداؤها في غزة. 100 غرفة عناية مركزة فقط لمليوني فلسطينيين يعيشون في القطاع، ثلثاها مشغولة. سمح لنا بالتصوير داخل صالة العناية المركزة الرئيسية بمستشفى الشفاء الطبي. يقول الأطباء إنهم يعانون من نقص حاد في المعدات والمستلزمات حتى قبل أزمة كورونا. يعني المكان نفسه مكان مصمم من 87-89 تقريبا، البناية هذه قديش كانت غزة يعني في هذاك الوقت؟ حوالي أقل من مليون ب 11 سرير. هلا غزة فوق 2 مليون ب 11 سرير. فهي الطاقة الاستيعابية هذه مشكلة أساسا قديمة أزلية، قد بنعاني منها أتليست بده أقل شيء بده 3-4 أضعاف حجمه عشان تقدر تتعامل معها. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين في المستهلكات الطبية، في الريسورسز، في الأدوات، في الوقاية، في الماسكات، في الجوانتي، في الجونات، في النشاش، في الكحول. وزارة الصحة من جانبها تقول إنها تعاني من نقص في معدات التحليل، ما يحد قدرتها على تحليل كل الحالات المشتبه بها، ويقتصر الفحص بحسب مختصين على من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس فقط. جهاز تنفس صناعي واحد كهذا لكل 33,000 مواطن في غزة، حمل ثقيل خلفه الحصار الإسرائيلي ما يضع حياة عشرات الآلاف من سكان القطاع تحت تهديد غير مسبوق. تحذير حقوقي فلسطيني من تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع القطاع، واتهام لسلطاته بتجاهل النداءات الإنسانية الصادرة عن المنظمات الدولية. نحن أمام للأسف نظام عنصري احتلال بغيض يواصل يعني الضغط على قطاع غزة، يواصل حصار قطاع غزة، ولا يلقي بالا لأي اعتبار إنساني في ظل هذه الجائحة الكبرى. بعض الدول أعلنت تجاوبها مع الوضع الإنساني في غزة. المستشفى التركي سيدخل حيز الخدمة قريبا كواحد من الحلول لأزمات القطاع الصحي متعددة الأوجه. باسل خلف، العربي، قطاع غزة.